اول ما مرسى في حياتي على كل حال قريت شويه ومن بعد لا فونت كونت ما كملتش على كل حال رحت نرعى. سلام لكل اوفياء اوفياء قناه الجزائر انوار، مرحبا بكم معنا في هذا الجديد من صراحه راحه. العمل عباده وكما يقولوا ناس زمان خدام رجال سيدهم. اليوم راح نسقسوا المواطن الجزائري وشنو هي اول مهنه امتهنها في بدايه الحياه المهنيه ديالو. ما تروحوش بعيد تبعوا معنا. ومن بعد وليتنا نخدم الفلاحه، نحرس، نزرع، نربي المال، اكسيتيرا اكسيتيرا الى اخره. الله يبارك عمي عليك. يبارك فيك. وهذه صحيح الدنيا هكذا، الانسان ما يقولش بلي كم غير هذيك القرايه ولا كذا، كل واحد كيفاش كتب له ربي فاش يعيش. المهم الانسان ما يكتبش اللي يدير. كيف بديت المسيره المهنيه ديالك؟ انا المسيره المهنيه بديت خرجت من ليكول ما قريتش، ما نجحتش في ليكول، رحت للشونتي. من ثم بديت. الخدمة واحدة أخرى، خدمت وليت خدمت في الحانوت عند فاميلتي، وليت خدمت بالعقل وحدي، وليت خدمت ترونسبور، راني في ترونسبور. ودوكا راك تخدم في مجال النقل؟ مجال النقل. عند روحك ولا خدام؟ عند روحي. الله يبارك ربي يوفقك. إن شاء الله. لقيت روحك في مجال النقل؟ بون، ديرني رمو شوية برك، ما لقيتش روحي. على بوك بون شوية كنا مي مع لا جينيراسيون مع كلش تبدلت الحالة، تبدلت ما قدرناش. كنت نعمل في وقت فرنسا، كنت في الاستعمار خدمت في البورجون في الداليه تاع فرنسا، ومن بعد الاستقلال خدمت في بيان فاكا، ومن بعد ديتيك بديت نخدم في لاماسونيري سينيري لابوراتوار سوناتراك اللي راه بالابوراتوار دركا، ومن بعد ديتيك بديت نخدم في الياناج ديكابر تاع البترول، ومن ثم خرجت لانتريت 30 سنه وانا نخدم في الياناج. هذه ودوكا راك متقاعد الحاج؟ متقاعد. انا نتبحر وفاك تشوف في الشارع. الحمد لله. شحال في عمرك الحاج؟ 78 سنه. ربي يطول في عمرك وربي يبارك فيك ان شاء الله الحاج. فيك يطول عمرك. اول خطره خدمت فيها خدمت نقشه البطاطا، خدمت الشونتي، وبديت نتعلم الخدمه هذه تاع روستوراسيون شويه شويه، دوكا رانا نخدموا في الشوارع. يعني الحمد لله على كل حال. وعجبتك خدمتها؟ بيا الحمد لله، ليسونسيال الدراهم تاعها، لا لا هذا ماي. خدمت لابولونجري، بديت في لابولونجري على كل حال. ومن بعد شي حلويات دورتها باتيسي ما كملتش فيها، ودوكا راني حلاق، عندي مده في الحلاقه على كل حال، والحمد لله الحمد لله. تعجبك تعجبك خدمتك؟ انا الحلاقه هذه نحبها من بكري على كل حال، ودوكا راني ما انتيك الحمد لله، والله الحمد لله يا اخو. ريستورون حياتي ملي بديت صغير، انا في ريستورون مع الشيخ بابا وعمومي ملي كنت صغير، كنت نقرا ونهبط معاهم نخدم معاهم. اليومين هذا مازال في ريستورون، الخدمه تاعي هي هي، ما تبدلت ما والو. اول مهنه اللي بديت فيها انايا باتيسري، مرطبات وحلويات، اول المهنه تاعي، باسكو المهنه هذه حبيتها انايا، وبديت نخدم انايا والحمد لله. والان واش راك فيش من المجال؟ دوك راني في المجال تاع سياره اجره، راني مع سياره اجره، والحمد لله، والله نحمد الله على النعمه هذه. وكثر خير ربي سبحانه. عندي 16 نشفع على روحي، خدمت البيطون يا والله، خدمت مع الشيخ البيطون، كنا نخدموا راك تعرف اعمال شاقه، ودوك الحمد لله رانا فاهم مع الوقت الانسان يتبدل، والحمد لله رانا بالدبلومات، وما نتمنى حتى مواطن جزائري يخدم الاعمال شاقه يا اخو. وانتم ثاني يعطيكم الصحه، وهذه هي في الكوير في الجلد. ايه حرفه مليحه، فيها كما يقولوا رانا نخدموا لي ساكود ولي ساكاس يلقوهم هكذا حرفه. ودوك مازالك في هذه المهنه ولا غير؟ لا لا دوكا بدلت، انا نخدم حاجه اخرى. واش راك تخدم؟ انا نخدم طرابندو كوميرس. حارس شواطئ، حارس شواطئ ميتناجور في سلك حمايه المدنيه. وبعدين؟ ومن بعد كوميرس، ومن بعد يو تي اس بي. فتح لنا ربي في مؤسسه وطنيه، ونقول بارك الله في المسؤولين وبارك الله في الشركه تاعنا. انا كنت صغير دخلت الدرك الوطني، وكنت نحب المهنه هذه تاع الطبخ. هيا كي خرجت من الدرك الوطني لقيت روحي في الطبخ، ولا برسكو نحبها. تسمى المهنه هذه كي تتعلق بها تبقى فيها، فهمت؟ ايه هذه هي. وعلاش حبست من الدرك؟ والله انا كنت شوي مريض، خرجت دوسي ميديكال، هذاك هو عطتني حق الدول على كل حال.
وشنو من جنب المهنه هذه شغل انا نحب الطبخ هكا فاهم، نحب الميتي هذا تاعي بقيت فيه هكذا، ما نحبش نريح نخدم فهمت، كنت نعاون صحابي من حتى لقيت روحي في الميتي هذا. كما شفتوا مشاهدينا الكرام كانت اراء بعض المواطنين فيما يخص الموضوع تاع نهار اليوم. انا بقالي غير نقول لكم تلاقوا في مواضيع اخرى ان شاء الله. سلام.